طبعا نحافظ عليها. في حوار طبعا بعد رحيل فوزي، ماذا قالت الفنانة العظيمة هدى سلطان عن شقيقها محمد فوزي؟ الفنانة القديرة هدى سلطان شقيقة الفنان محمد فوزي. عرض كثيرا في البداية اشتغلها بالفن، ولكن بعد هذا قدم لها الألحان. ايه ذكريات حضرتك؟ هو معارضته للعليه الحقيقه كانت خوف عليا من الوسط الفني ايامها، يعني ما كانش له المكانه اللي هي اللي عليها النهارده. لكن بعد كده لما عرف ان انا يعني داخل الفن فقط عشان غاويه الفن وغاويه اغاني وغاويه وفي موهبه، فالحقيقه ساعدني وعمل لي يمكن انجح اغنيه اللي هي لموني وضاربين الوداع وكتير اغاني افلام وغنوه السد اللي هي اتعملت تقريبا ما فيش، فما خدتش يعني بالليل. انا طلبت منه يعمل الغنوه فاداني النوته على القطر. ده غريب، ده اللي يعني السرعه الغريبه في انه يبدا في لحن وينتهي منه في ساعات. ومش دايما الحقيقه، يعني طبعا الفنان لما بيكون ملوش يعني حاجة معينة، يعني ممكن لحن يقعد معاه مثلا 6 أشهر سنة. أيوة. وممكن في ما فيش نص ساعة بس لقيه عمل اللحن. أيوة. أنا طلبت منه اللحن لأن كنت عاملة لحن فعلا للسد وإحنا مسافرين أصلا. أيوة. لكن ما كانش هو اللي أنا عايزة أغنيه. أيوة. فقلت له يعني إذا كان ممكن تعمل لي لحن. كنا بالليل وكنت حتى عند صديقة ليلى مراد، ففوجئت بيه. قلت له انا رايح عند ليلى واذا كان ممكن يعني تعمل لي اللحن يكون احسن من اللي انا هغنيه. فكل شويه يضرب لي تليفون ويقول لي اسمع يلا الله الله. على الصبح ركبت القطر وكان لسه معيش نوت اللحن ولا الكلام. لقيت بقى وانا القطر هيبتدي يمشي سيد عنده في المكتب بيقول له اخدت منه النوت من شباك القطر وهو ماشي. واثناء ما احنا ماشيين انت عارفه المسافه طويله، قعدنا انا والموسيقيين بقى طبعا موسيقيين عباقره لان كان فيهم انور منسي احمد الحفناوي والفرقه، عملنا بروفه في القطر وليلتها غنيناها الحقيقه. كتير تحدثوا عن محمد فوزي كفنان، انا عايزه حضرتك تكلميني عنه دلوقتي كاخ. هو كان بالنسبه لي اكتر من اخ الحقيقه، وكان صديق كمان، يعني يمكن اقدر اقول صديقه لان كنت اقول له ادق اسراري، يعني كنا ملتصقين ببعض قوي، وكان في نوع من الحب اكثر من الحب اللي بين الاخوات. يعني عارفه لما بيبقى في مصارحه بين اخوات بتصل الى مرتبه الصداقه، والصداقه ده شيء عظيم كمان لما يبقى بين الاخوات بيبقى اعظم. يعني الحقيقة لأني أنا يعني فقدت أبويا وأنا صغيرة، فكان فوزي بالنسبة لي زي الأب، بس الأب المتفتح، الأب اللي يعني مش متزمت. مش متزمت.